قسم الملابس، قسم الملابس بقى بيتراوح شورت ب 13 دولار، شورت قطن 13 دولار، بنطلونات بانس 13 دولار وفي ب 22 دولار، وسويت شيرت برضه ب 22 دولار و99 سنت. البنطلونات الجينز ب 20 دولار، هنا الأسعار مختلفة، الأسعار هنا بتتراوح من في الملابس من 19 ل 22 دولار، ل 15 دولار، ل 12 دولار. يعني زي ما احنا شايفين كده، بنطلون بومة زي ما احنا شايفين بيعمل 15 دولار، ادي سعره 15 دولار. طبعا الاسعار هنا غير الاسعار بره، هنا بتبقى ارخص. الجينز بيعمل 14، بيعمل كام؟ 12 دولار. طبعا الشرابات تتراوح بقى بين 9 دولار ل 12 دولار، خمس حتت، في اربع حتت، في ثلاث حتت. في سويت شيرت دوت، والله حلو ده في الخريف، ده حلو، ده تقيل، مش تقيل، ده بيعمل 17 دولار، مش غالي ومش رخيص، يعني نقول بصراحة يعني عادي. ده الشورت دوت بيعمل 9 دولار، 10 دولار. هنا في ميامي انا ما قلتلكمش ان انا عايش في ميامي فلوريدا. برمسي، اكسكيوز مي، زي ما احنا شايفين برضو الشوز دوت بيعمل 24 دولار 99 سنت. الشوز ده حريمي سيدات، بيعمل برضو 26 دولار 59. دي بقى الحاجات اللي هي بتاعت الأطفال، بتاعت الهالوين، بتعمل 20 دولار زي ما انتم شايفين للأطفال كمان. هنا قسم الجبنات، أنا جايبها مخصوص بقى أصلا عشان أجيب جبنة. دي الجبنة الشيدر بتاعتنا اللي هي شبه نيوزيلاند، اللي هي نيوزيلاند يعني اللي احنا في مصر بناكلها دهيت، انا بحبها عشان كنت باكلها في مصر ونفس الطعم. دي ب 10 دولار 39 سنت. دي جبنة بيضة، بس انا بجيب بريزيدونا، انا بحب بريزيدون زيها بس بريزيدون. دي الجبنات اهي، زي دي فيتا، بس انا بجيب الشكل التاني هوريهولكوا اهو. دوت اللي انا يعني في حاجتين انا بحبهم في البريزيدون، في دهيت هناخدها دي،
وهناخد دي شبه الجبنه الدمياطي عندنا. بيتا دي شبه. في بقى الجبنات اللي هي بقى ايه النوع كويس مش وحش، انا جربته قبل كده، بس لما بيقعد في التلاجة كتير بينشف. ده هيت عاملة زي الجبنة التركي عندنا او الرومي، انا عشان اسكندراني عندنا اسمها جبنة تركي، شبه الجبنة التركي او الرومي برضه. هناخدها دي برضه انواع الجبنات كلها مختلفة بقى، عندهم اشكال والوان من الجبنات. طبعا دي شبه الجبنة الحمراء بتاعتنا، دي نجيبها بكام؟ دي ب14. دي فراخ متبلة، الليبرة بتعمل 4 دولار، يعني الباكج دوت بيعمل 20 دولار. زي ما انتم شايفين 20 دولار. ده السلمون الباكج دوت متبل بيعمل 25 دولار. دي اللحمة المفرومة، اللحمة المفرومة اورجانيك جراند بيف. ده الباكج دوم دول التلاتة بتعمل 20 دولار. 20 دولار. طبعا الحاجات دي كانت من فترة رخيصة، يعني ده كان يعمل له مثلا التلاتة دول يعملهم 9 دولار 10 دولار. طبعا مع ارتفاع الاسعار، خلت الحاجات تغلى. طبعا هنا ارخص من بره، زي ما احنا شايفين برضو فرختين بتعمل 30 دولار. هنا الدبابيس ديت بتعمل 8 دولار 9 دولار باكج. الفرق بين اللحمة البقري ولحمة البرج، زي ما انتم شايفين لحمة الخنزير فاتحة، تعرفها على طول من غير حتى ما تقرا، زي ما احنا شايفين فاتحة جدا مش حمرة، روس فاتح يعني. بص فرق هوريكم بقى ايه الفرق بين لحمة الخنزير واللحمة بتاعتنا البقري الحمرة. هنروح دلوقتي نبص على اللحمة البقري، هتلاقي في فرق في اللون، زي ما انتم شايفين ده كل ده خنزير، كل ده خنزير، اضلاع ريش خنزير، كل ده خنزير. نقانق اللي هي الصدوق، عامل زي الصدوق او سوسيس، كل ده خنزير. بص بقى الفرق في اللون، زي ما احنا شايفين الفرق في اللون بقى. بص هنا حمرا ازاي اللحم البقري، حمرا هي دي الفرق بقى ايه. طبعا اللحمة غالية، يعني هنا الباوند او الليبرا بيعمل 9 دولار. ده هي بيعمل 9 دولار. ده بيعمل القطعة دي بتعمل 6 دولار 39 اجمالي، مثلا بتعمل 31 الباكج ده. دوت 6 ليبرا. دي بيعمل 9 دولار.
ده بيعمل 10 دولار. دي دي بس شايفين دي بس دي قد ايه؟ دي 16 16. انا مش شايف كويس. 18 دولار، يعني دي عامله 141 دولار. دي ريش زي ما انتوا شايفين، دي تعمل 21 دولار 99. دي تعمل 200 اجمالي 281 دولار. غالية طبعا طبعا غالية. دي بتعمل 27 دولار. لحمة مفرومة 27 دولار. 26 دولار. الليبرة 3 دولار 99. هنا لحمة متبلة بتعمل الليبرة 4 دولار 79. طبعا دي بقى دي لحم الخنزير بورك زي ما احنا شايفين. الاسماك طبعا زي ما احنا شايفين السلمون. السلمون القطع دي ب3 دولار 25. 2 ليبرة 69. دوت يعني زي الكاليماري او الصبيط. طبعا الجمبري الجمبري الباكج دوت ب37 دولار 99. ده ب32 دولار 99. اسماك غالية هنا، مش رخيصة. اسماك غالية. السي فود دي ب22 دولار 37. دي الاستاكوزا بتعمل 77 دولار 97. دي رجول الاستاكوزا بتعمل 78 دولار. تعمل 76 دولار. دي 8 دي كام؟ دي تعمل 69 دولار. غالية 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 طبعا. هم طبعا مش ما بينسوش الناس اللي هي بتهتم بالسلطات والخضرة النباتيين والأكلات الصحية. هم طبعا عاملين ركن برضو الأكلات الصحية، سلطات زي ما احنا شايفين. على ما اعتقد دي بطاطس مهروسة، مش عارف مع ايه دي، مش عارف. زي ما انت شايفين اكلات الصحية دي بتعمل مش كده. الليبرا بتعمل 3 دولار 49 سنت. دي شوربة. دي مكرونة مع تشيز مع موتزاريلا. دي تشيكن. قسم بقى الفواكه والخضروات زي ما احنا شايفين. هنا بره الفواكه، الخوخ بيعمل 9 دولار 59 6 دولار 59 سنت. السفندي طبعا مختلف، السفندي عن السفندي بتاعنا. في نوع بيعمل 9 دولار 99، ده البرتقال. السفندي بيعمل 7 دولار 79. طبعا افوكاتو بتعمل 5 دولار 5 دولار 69. دي بتعمل عشان كبيرة شوية بتعمل 7 دولار 99. الليمون بيعمل 3 دولار 79. دي الميني
الطماطم كراون الصغيرة بتعمل $4.99. طبعا عندنا دي الخيار، لكن ده مش خيار، ده قتة. بيعمل $11.99، وفي واحد بيعمل $4.39. طبعا الموز $1.39، فنجيبه ايه؟ نجيبوا حاجة كده. زي ما احنا شايفين، انا مش عارف ايه ده، جولدن ميلون، ميلون البطيخ، بطيخ اصفر. معرفش ايه البطيخ الاصفر ده، انا اول مرة اشوفه. والبطيخ ده صغير دوت بيعمل $5.99، والاخضر دوت بيعمل $8.99. التفاح بقى $12.99، التفاح اللي هو ولا اخضر ولا احمر، يعني هم بيحبوه اكتر من الاحمر واكتر من الاخضر، اللي هو ده اللون دوت، يقول لك دوت صحي. الشمام بيعمل $5.99. البطاطس عايز اجيب بطاطس عشان عايز اعمل صينية بطاطس باللحمة وبالفراخ. ده البطيخ الكبير بقى بتاعنا، البطيخة بتعمل $7، كبيرة قوي طبعا. ما تنفعنيش انا واحد، انا لو ما هو هنا الباكج تلاتة او اربعة، وهنا كبيرة، فما تنفعنيش طبعا. عايز بصل، جيب بصل. طبعا الجزر $4.99، 69.